السلام عليكم. عادة لما نيجي نقول الوجهان الخفيان للإنسان، عادة بيكون تفكيرنا كله يعني بيصب على إنه عندي وجه خبيث وأنا ظاهرة بوجه طيب، يعني ده المتعارف عليه. أو لما نقول ده حد بوشين، يعني زي من الآخر يعني بنقولها إنه حد بيظهر الأخلاق والمعاملة الكويسة والحاجات الجميلة كلها، وهو بيبطن في قلبه الخبائث بقى، ودي نية أو أغراض شريرة وخبيثة وكذا وكذا وكذا. وبالتالي بيظهر بعدين لما بيوصل لأهدافه، بيبتدي الوجه الحقيقي يظهر ويخلع بقى القناع بتاعه. وده فعلا حقيقي، وده بيحصل لبعض الناس اللي هي بتظهر بوجه جميل، وفي الحقيقة هي جواها كل الخبث والشر والانتقام وكل حاجة وحشة. لكن الوجهين الخفيين الإنسان مش شرط بس يكون الجانب ده، لا، أنا عندي جانب كمان عكسي اللي محدش عارفه، إن أنا ممكن جدا يكون حد بيظهر بوجه شرير وهو جواه طيب جدا، وده بيبقى سببه الحقيقة غالبا بيكون حاسس إنه طيبته بتستغل جدا، أو استغلت كتير جدا لدرجة إن هو اتعرض لمواقف كتير جدا سيئة بسبب الطيبة بتاعته، وبسبب إن الناس بتستغله علشان هو طيب، فقرر إنه ما يظهرش غير الوجه الخبيث، أو إن هو شاف إن هو أهله أو حد قريب ليه كان بيستغل بنفس الطريقة، فقرر إنه يظهر إنه شرير وخبيث، وإنه واعي، وإنه مؤذي، وإنه عنيف، وإنه حاد، وإنه يعني شخصية مؤذية أو كذا أو كذا، وكل ده علشان يحمي نفسه مش عشان يأذيك أصلا. فالنوعية دي موجودة ودي موجودة. ده إن شاء الله يعني هتقروا حاجات كتير جدا في الكتاب بتاعنا، هينزل إن شاء الله في معرض الكتاب. أنا في انتظاركم، وأتمنى إن شاء الله إن الكتاب يعجبكم، لأن إحنا بنتكلم كتير جدا عن الوجهان الخفيان للإنسان بكل صورهم. أتمنى أن أنتوا تستمتعوا به، وهكون سعيدة كمان لو وصلني آراءكم في الكتاب وتعليقاتكم، هرحب بيها جدا. شكرا لكم، سلام عليكم.